على مدى عقود لعبت باكستان دورا أساسيا تجاه أفغانستان. برز هذا الدور مع الاجتياح السوفيتي لأفغانستان عام 79 والذي أدى إلى هزيمة السوفيات وخروجهم عام 89. كانت إسلام أباد وإلى جانب دول كبرى وبدعم منها تمول المجاهدين الأفغان وتدربهم. الدور نفسه لعبته باكستان تجاه الأحزاب والتيارات الأفغانية التي تحاربت على السلطة في مرحلة ما بعد الانسحاب السوفيتي. واليوم تؤدي إسلام أباد دورا رئيسيا في دعم حركة طالبان التي تسيطر على معظم الأراضي الأفغانية منذ العام 96. غالبية عناصر هذه الحركة ولدوا وتعلموا وتدربوا في مخيمات اللاجئين والمدارس الدينية في باكستان. دعم باكستان للمجاهدين ثم لطالبان كان واجهة ترعى مصالح دول عربية وأجنبية، كما كانت لإسلام أباد رؤيتها أيضا في امتلاك بعد إقليمي من خلال ضعم النظام في كابول لتواجه به عدوتها التقليدية الهند. معظم الدول الأجنبية والعربية أوقفت دعمها للمجاهدين بعد انسحاب الجيش الأحمر وانهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك لانتفاء مصلحتها في هذا الصراع. باكستان لا تزال المحرك الأساسي لما يجري اليوم في أفغانستان، وهي تأوي ملايين المهجرين الأفغان بسبب الحرب أو الهاربين والمنشقين عن الحكم الشيوعي سابقا ثم عن المجاهدين وحركة طالبان. في باكستان أكثر من مليوني أفغاني لبلد لا يتجاوز عدد سكانه 14 مليونا، وهؤلاء تتفاوت أسباب وجودهم، من الهرب من الأوضاع في موطنهم الأصلي إلى طلب العلم الديني والتدريب العسكري والمعارضة السياسية ومحاولة البحث عن حياة ربما تكون أفضل من تلك التي هربوا منها في أفغانستان. يفاجأ زائر باكستان بهذا التواجد الكبير وغير المنسجم للأفغان فيها. ينتشرون في مختلف المناطق والمدن، وحضورهم الاجتماعي متفاوت، من طفرة في اليد العاملة إلى نخبة قليلة هربت بعد أن باتت الحياة مستحيلة في موطنهم الأصلي. على مدى 20 عاما، أي منذ الاجتياح السوفيتي، بدأ التدفق الأفغاني باتجاه باكستان، إما لجوءا وإما للتعلم الديني والتدريب العسكري. لهم أحياء ومحلات خاصة، واستطاعوا خلق حيز لهم أشعر الكثيرين من الباكستانيين بأنهم باتوا ينافسونهم فيه. هيئتهم هي نفسها التي عرفوا بها في أفغانستان، مع تفلت واضح في أحيان كثيرة من القيود التي كانوا يعيشونها. عليا كريمة. في سوق الأحد في إسلام أباد مساحات كبيرة مخصصة للباعة الأفغان الذين لا هاجس لهم سوى كسب ما يتيسر من المال من عرضهم لسجادهم الشهير ولمختلف منتجاتهم بأثمان بخسة، لكنها تبدو أفضل بالمقارنة مع الحال في أفغانستان. مدينة بيشاور الشمالية في باكستان هي المركز الرئيسي لتواجد الأفغان، يساهم في ذلك قربها من الحدود، حتى بات البعض يتندر بأنها عاصمة طالبان الثانية. معظم اللاجئين الأفغان يسكنون في مخيمات تنتشر في مختلف أنحاء المدينة. ما شهدته أفغانستان في العقدين الماضيين من اجتياحات وحروب أجبر ملايين من الأفغان على النزوح باتجاه مناطق أخرى في البلاد أو خارجها. ما بين العامين 79 و92 نزح أكثر من 6 ملايين أفغاني، وكان النزوح في الغالب نحو البلدين المجاورين الباكستان وإيران، وشكل الأفغان بذلك أكبر نسبة لاجئين عرفها العالم في ال20 عاما الماضية. صحيح أن الكثيرين من هؤلاء قد عادوا إلى البلاد، لكن ما تزال هناك نسبة كبيرة تصل إلى حد ال2 مليون أجبرت على خيار وحيد صعب هو اللجوء. في أحد المخيمات الأفغانية وفي منطقة أكورا شتك قرب مدينة بيشاور يشتغل صابر عامل بناء. لا يعني العام 2000 بالنسبة إليه أكثر من أنه العام الذي أجبر فيه هو وشقيقه وعائلتيهما على ترك منزلهما وقريتهما في شمال أفغانستان لينزح منها إلى كابول ثم إلى باكستان. كان يسكن منطقة مواجهة في النزاع العسكري بين حركة طالبان وقوات أحمد شاه مسعود، وهي الجبهة الداخلية العسكرية الوحيدة التي لا زالت مستعرة اليوم في أفغانستان وأجبرت الكثيرين على النزوح. أنا مزارع وكانت لي حياتي العادية، لدي أرض وبيت. كان ذلك قبل أن تأتي قوات طالبان إلى المنطقة. اتهمونا بأننا نساعد قوات مسعود، طلبوا منا السلاح ولم يكن لدي شيء، فبدأوا بضربي وطلبوا أن نغادر منزلنا. شيرين زوجة صابر أصيبت في رجلها خلال تبادل القصف بين القوات الأفغانية المتحاربة، الإصابة التي قد تجعل المرأة في الظروف العادية يخضع للراحة والعلاج هي ليست كذلك في حالة شيرين وعائلتها. التعب والمرض أمران لا يجب أن يؤثرا على سير الحياة. هناك أطفال ولا بد من تأمين معيشتهم. فقدنا كل شيء، لقد أحرقوا البيت، وصلنا إلى مرحلة لم نجد فيها ما نأكله. قالوا لنا غادروا البيت واتركوا كل شيء. قال لنا رجال طالبان يجب أن ترحلوا لأننا نحن من سيعيش هنا. كان لشيرين ابنة في ال9 من عمرها، مرضت وماتت لعدم توافر مستشفيات للعلاج. فقدت أيضا طفلها الرضيع لعدم توافر الحليب لإطعامه. هربنا لأننا خفنا أن نخسر عائلتنا. هناك عرف بين رجال طالبان، فكل من يسيطر على بيت يعطونه فتاة بيضاء جميلة وقطعة أرض. هذا هو السعر، منزل وزوجة لمن يحكم أرضا في غير مناطقهم. إنهم يضربون شخص حتى يموت. لقد ضربوني كثيرا، لازلت حتى اليوم أشعر بالألم الذي سببه ضربهم لي. خسروا كل شيء. هذا ما يقوله صابر الذي يعيش اليوم في منزل تقدمه إحدى الهيئات المتابعة للاجئين الأفغان. الدخل الذي يحصل عليه ضئيل جدا، والمساعدات التي تقدم تتناقص كل يوم. بيشاور هي إحدى أكبر مدن باكستان، وفيها تتركز قبائل البشتون، لذا يشعر معظم الأفغان بالألفة فيها. هنا معظم قيادات التيارات الأفغانية المتحالفة أو المتحاربة. الصراعات الإثنية في أفغانستان بين البشتون، وهي كبرى القبائل والتي تقودها حركة طالبان، وبين الطاجيك والهزار وقبائل أخرى، فرضت انقساما وحذرا كبيرين بين الأفغان. There is not a very sharp division about where Pakistan ends and Afghanistan begins. ليس هناك تقسيم واضح أين تنتهي باكستان وأين تبدأ أفغانستان. إنها حدود متداخلة. هي منطقة قبلية، وبالطبع لم تحاول باكستان أن تغير من الوضع في المنطقة القبلية. إن مدينة بيشاور هي أكثر تشددا ومحافظة اليوم عما كانت عليه قبل 25 سنة. لا يقتنع الكثيرون من الأفغان بجدوى العودة إلى بلادهم، رغم الحديث عن تحسن الوضع الأمني بعد سيطرة طالبان على معظم الأراضي الأفغانية. كثير من العائلات إذا ما سنحت لها الفرصة تحاول أن تهرب إلى حياة لن تكون بالضرورة أفضل. لا شيء في هذه المخيمات المكتظة يوحي بالراحة. الظروف المعيشية في غاية القسوة. لم تكن حياة اللاجئين في مرحلة الثمانينات بالمرفهة، لكنها بالتأكيد كانت أفضل حالا. أما اليوم فهي في تراجع حاد. حين اندلع القتال ضد السوفييت في أفغانستان، كان لبعض دول العالم اهتمام ومصالح بالمسألة الأفغانية، لذلك كانت الأموال تتدفق. كانت المشاكل قليلة. مع انتفاء المصالح ومع جفاف الأموال تفاقمت المشاكل. عميق والرهاب والرماية والفكر اللي يبان رغم تردي حالهم فهو يبقى أفضل مما لو بقوا في أفغانستان. هنا على الأقل لديهم إمكانية الحصول على أعمال مختلفة. يشكل الأفغان اليد العاملة الأساسية في باكستان. الصبية والفتيات الصغار هم الأكثر عدداً وصخباً في شوارع وأزقة المخيمات. ضاقت بهم منازلهم الصغيرة فلجأوا إلى متنفس ليس بأفضل حالاً من البيوت الطينية. ما شاهده الأطفال الأفغان من عنف ندر أن عاشه شعب في العالم. ثلثاء أطفال أفغانستان شاهدوا جثث أموات أو أجزاء من أجساد مشوهة. النصف رأى أحدا يقتل أمامه. They are illiterate. Afghanistan, even before the war was an underdeveloped country. إنهم أميون. أفغانستان وحتى قبل الحرب هي دولة متخلفة، والآن بعد 20 سنة حرب ومن دون مدارس ليس هناك سوى القتال. الحرفة الوحيدة لشعب أفغانستان أو الجيل الحالي التي يعرفها هي القتال، لا حرفة لهم غيرها. They don't know any other skill. That is the only skill they know. ليست الصعوبات الاجتماعية وحدها هي المشكلة. القتال والتعارض السياسي بين المجموعات الأفغانية وتضارب توجهاتها على مدى سنوات أديا إلى حوادث اختفاء واغتيال شخصيات وتعرض العديد لتهديدات بالقتل. بيبي تعيش وزوجها المسن في المخيم. هي تعمل أغلب الوقت، تطبخ وتنظف. لا يمكنها أن تجلس من دون عمل. التفكير قد يصيبها بالجنون. بيبي فقدت 7 من أبنائها 10، منهم من قتل في الجهاد الأفغاني، ومنهم من قتل أو فقد في الصراعات الأفغانية الداخلية في قلب أفغانستان وفي باكستان. تضع اللوم على واحد من أبرز قادة المجاهدين وهو قلب الدين حكمتيار. أنا امرأة ولا أعرف شيئا، أريد أن يدلني أحد على أولادي. لم أحصل على أي مساعدة. لقد دفنت واحدا فقط من أبناء 7 ولا أعرف شيئا عن الآخرين. يقولون لي إنهم قتلوا جميعا، لكني ما زلت متفائلة بأنهم أحياء أو أن أتمكن من أن أدفنهم على الأقل. میگم شاید امکان داره که پدرش هم گلبدین گریختانده بود، نفر گلبدین بود، نه؟ واقع الخلافات الأفغانية جعل هناك نوعا من الفرز غير الرسمي في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم، بل وحتى في عملهم. المعارضون لطالبان مثلا يسكنون في تجمعات نائية بعيدة، ولهذه المخيمات أمنها الخاص الذي يظهر أفراده بشكل مغاير لما هو عادة للمقاتلين الأفغان. عبد الأحد هاجر إلى باكستان منذ 20 عاماً. في البداية كان مجاهداً ضد الروس ل3 سنوات مع قوات برهان الدين رباني. رغم حالته المادية الصعبة فهو يرى أن بقاءه في المخيم هنا أفضل من العودة إلى كابول. ليس هناك سلام حقيقي في أفغانستان، وليس هناك عمل، والوضع لا يشجع أبدا على العودة. يعمل عبد الأحد في دكان في المخيم، يرفض فكرة القتال مع طالبان اليوم. لا يمكن أن أقاتل مرة أخرى، ما يجري حاليا ليس جهادا، وأنا لا يمكن أن أنضم لأحد سواء طالبان أو غيرها. إذا تم غزونا من قبل أجانب حينها فقط أشارك في الجهاد ضد القوات غير المسلمة. يعيش عبد الأحد مع أقربائه وعائلاتهم، لديه 3 فتيات وصبيان. أبناؤه يتلقون تعليما دينيا مجانيا، أما التعليم النظامي فلا يستطيع أن يتحمل كلفته، ومع ذلك فهو يرى أنه في حال أفضل مما لو عاد إلى أفغانستان. ما يفعله الطالبان ليس بالأمر الجيد، لقد أغلقوا مدارس الفتيات والنساء لا يعملن، وهذا سيء. العديد من الناس لا يريدون الذهاب إلى كابول لأنهم يعلمون أن بناتهم لن يتعلمن ولن تكون لديهن فرصة التعلم أو العمل. أنا أحب أن أرسل بناتي إلى المدرسة، وكانت أخواتي يتعلمن في أفغانستان. هنا لا يتوفر لي المال لأرسلهن، لكن إذا استطعت سأفعل ذلك. من المعروف أن الخلفيات الدينية والجهادية كما تسمى والتي انطلق منها الأفغان في حربهم ضد الاجتياح السوفيتي وفي تأسيس طالبان لدولة إسلامية هي خلفيات بنتها مدارس دينية. هذه المدارس تنتشر في باكستان في الأغلب وينتمي إليها آلاف من الطلاب الأفغان الذين تعذر عليهم الانضمام إلى مثل هذه المدارس في بلادهم نظرا لتقلب الأوضاع فيها ونظرا لانتشار مثل هذه المدارس في باكستان منذ فترة طويلة. دار العلوم الحقانية تأسست منذ أكثر من 50 عاما وهي من أشهر المدارس الدينية في باكستان والتي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن بيشاور النقطة الأقرب إلى الحدود الأفغانية. بدأت كحلقة علمية وكبرت وتوسعت إلى أن أصبحت جامعة تعترف بها مرجعيات إسلامية عدة. معظم أساتذة هذه المدرسة وطلابها يجيدون العربية التي هي لغة أساسية يتعلمونها في مناهج التعليم. تهدف هذه الجمعية إلى الدعوة والتوعية والتنشئة الدينية وقمع البدع والجهاد. هؤلاء الطلبة هم من أفغانستان وأتوا للاستعداد الديني والعسكري في باكستان. إن شاء الله نذهب إلى الجهاد في سبيل الله ونلتقي مع إخواننا الطلبة الذي هم يريدون أن يجاهدوا ويعطوا بالحكومة الإسلامية في الأفغانستان ونجهد فقط لهذا. أحمد خان وهو من كابول لديه طموح في أن يذهب للقتال في الشيشان فقد سبقه إلى هناك زملاء شيشانيون تعلموا في هذه المدرسة قبل أن يذهبوا إلى القتال. كلهم هذا إرادتهم يذهبون إلى أفغانستان الطلبة الأفغانية وإن شاء الله هم يجاهدون هناك وأيضا هذا إرادتنا لما فرغوا الطلاب من جهاد أفغانستان إن شاء الله هم يذهبون إلى الآسيا إلى الآسيا الوسطى إلى شيشان وغير ذلك من الممالك هؤلاء الذين كانوا تحت قيادة الروس قبل ذلك. عدا عن الجهاد فإن خريجي المدرسة الحقانية يقومون بالتدريس أو الخطابة أو الإمامة والإفتاء أي أنهم يحكمون في قضايا مختلفة من الزواج إلى القصاص والحرب. المولى سميع الحق أمين عام هذه المدرسة التي أسسها والده هو أيضا عضو جمعية علماء المسلمين في باكستان. لسميع الحق دور أساسي في تأسيس حركة المجاهدين الأفغان عمل لمحاربة العلمانية في باكستان. يروي كيف حاولت الحكومة العسكرية في الستينات تطبيق قانون الأحوال الشخصية ويتضمن تحديدا للنسل ومنع تعدد الزوجات إلا برضا المرأة. يفتخر أنه جمعية العلماء نجحوا في إلغاء هذه القوانين التي اعتبروها عرفية كما أنهم رفضوا ولاية المرأة عندما كانت السيدة بنزير بوتو رئيسة للوزراء. تهدف هذه المدرسة كما يقول سميع الحق إلى جانب المعرفة الدينية إلى ترسيخ مفاهيم الجهاد ضد الكفار خاصة روسيا وأمريكا. واشنطن طلبت إقفال هذه المدرسة وإذا يقوم المسلم ضدهم للحرية وللحقوق الإنسانية فيصيح أمريكا أنه إرهابي وأكبر الإرهابيين في هذا الوقت أمريكا وضدهم يعني وضد مقاومتهم الجهاد الحل الوحيد في الإسلام ليس حل سوى الجهاد. يعني أحد أهم أدوار هذه المدرسة الحقانية إعداد المجاهدين. تأهيل المجاهدين الأفغان كان من أولوياتها، بحيث بات معظم طلبتها من الأفغان. المولى شيرلي شاه أستاذ الحديث في المدرسة، وهو أحد الزعماء الروحيين الذين ساهموا في تأسيس حركة طالبان. الآن يتعلم في هذه الجامعة تقريباً 3000 من الطلاب من بلدان شتى، ومعظم العدد من أفغانستان. يعني التلقين في الجهاد، فمعظم الخريجين من هذه الجامعة الذين كان لهم علاقة بأفغانستان الآن بحمد الله يعني 80% من خريجي الجامعة لهم جهود مشكورة في الجهاد الأفغاني، والمناهج من الابتدائية إلى العالية والعالمية. فبحمد الله أكثر من 10,000 خريجو هذه الجامعة. والآن في السنة النهائية يعني في الذين سيتحصلون على الشهادة العالية والعالمية 700 طالب. تستقبل هذه الجامعة طلابا من طاجكستان وتركيا والشيشان وعدد قليل من الدول العربية. أقسام المدرسة الحقانية تتشعب من المرحلة الابتدائية، وهي المرحلة الوحيدة التي تستقبل فيها الفتيات، إلى المراحل الجامعية. معهد تعليم القرآن يقدم خدمة للطلاب الذين لا يستطيعون مواصلة مراحل تعليمهم الدراسية لسوء وضعهم الاقتصادي. قسم الحفظ والتجويد أحد المراحل الأساسية في تعليم النشء المبادئ الدينية، وهذا الفصل يمتاز أن معظم طلابه هم من أبناء الشهداء الأفغان. تتواصل هذه الدار مع بعض علماء الأزهر وعلماء في الجزائر والسعودية واليمن والمغرب والإمارات. The number of madrasas in this country has rocketed upwards. عدد المدارس في هذه البلاد تضاعف. العديد من هذه المدارس لديها برامج عسكرية، وهي مع التعليم الديني ترسخ تعليم الجهاد، وهذا لتمويل جيش طالبان وفي نفس الوقت لجلب الثورة الإسلامية إلى باكستان. انتشار الفقر والأمية قابله تزايد جمعيات ومدارس دينية، والانتساب إلى هذه المدارس هو أيضاً في صلب قناعة التربية لدى معظم العائلات الأفغانية. هذه المدارس وعلى اختلاف مستوياتها توفر التعليم الديني المجاني، وتقدم للطلاب الطعام وأحياناً المسكن. إنها مصدر التعليم الوحيد لكثير من الأجيال الجديدة للأفغان. Parents want to send their children to madrasas where they get free education, free board, lodging. الأهل يريدون إرسال أبنائهم إلى مدارس حيث يتلقون العلم بشكل مجاني ونظامي. إنها ظاهرة تنتشر وتزداد بسرعة. نرى أن عدد المدارس منذ 30 سنة كان بسيطا مقارنة مع الرقم اليوم، وكما قلت إنهم يحصلون على الدعم من الخارج بكثرة، لذا فهم في منافسة قوية مع المدارس النظامية. يتباهى القيمون على المدرسة الحقانية أن معظم عناصر حركة طالبان هم من خريجي هذه المدرسة. الطلاب الذين هم في أفغانستان هم يعتقدون بأن الجامعة الحقانية وحيدة في تربية العلماء تربية جهادية، لأنه ما من وزير ولا من أمير ولا من مسؤول في الدوائر الحكومية للإمارة الإسلامية أفغانستان إلا وهو خريج هذه الجامعة. فكل طالب يرغب أن يتحصل على هذه الشهادة تبركاً. تعاطف ودعم كبيرين لحركة طالبان بين طلاب وأساتذة المدرسة الحقانية. شيرلي شاه ينوه بشدة بدور طالبان في استعادة الأمن في أفغانستان، ويعتبر أن ما حققته هذه الحركة هو مثل يحتذى. وهكذا الطلاب قطعوا يد قطاع الطريق وأرجلهم، وهكذا بحمد الله جميع الطرق الأمنية الآن سترون في العالم الوحيد في أفغانستان. فالجامعة تسعى لأمثال هؤلاء ليكون الأمن في كل العالم. فالأمن والسلام والهدوء لا يتحقق إلا بالإسلام. يتحمس هؤلاء الشباب بشدة للدفاع عن طالبان وسياساتها، سواء تجاه العالم أو تجاه الداخل الأفغاني. وما قاله غير ذلك من الممالك الأمريكية وغير ذلك من الممالك الأوروبية بحق الطالبان وبحق الذين يجاهدون في سبيل الله إنهم إرهابيون، فإنهم ليسوا بإرهابيين، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإرهاب في قرآنه العظيم حيث قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل من يقول للطلاب وللمجاهدين في سبيل أنهم إرهابيون فهم بأنفسهم فهم إرهابيون. وإن شاء الله الآن قد جاءوا بالأمن والأمان وبالحكومة الإسلامية 100%، يعني إنهم يجريون الحدود، وأيضا كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. باكستان هي مصدر الدعم الأساسي حاليا لطالبان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. كان دعم إسلام آباد للمجاهدين الأفغان ثم لطالبان في السابق انسجاما مع مصالح دول غربية وإسلامية كانت لها رؤية خاصة لما يمكن أن يوفره خلق نظام موال في كابول. There are people in the Pakistan army who feel that this is هناك أشخاص في الجيش الباكستاني يشعرون أن خلق طالبان هو ذو فائدة استراتيجية لباكستان، لأنهم يرون كل شيء في إطار علاقتهم بالهند، وأن حكومة صديقة في كابول ستعطيهم عمقا استراتيجيا أكبر. الأفغان هم بشكل كبير أناس محافظون، وهم معتادون على التقاليد القبلية، ولديهم نظرة قديمة ومتشددة للإسلام تعود إلى ما قبل 1000 سنة، وهم قد جلبوا معهم هذه العناصر المحافظة إلى باكستان، وقد غذت المجتمع هنا بهذه المفاهيم. مثل هذا النموذج من المدارس هو في ازدياد كبير في أفغانستان وباكستان، لكن استقرار الوضع في باكستان يجعلها تجذب عددا أكبر من الطلاب من البلدين ومن مختلف الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. بات الانتماء إلى مثل هذه المدارس نوعا من الالتزام لدى أعداد كبرى من الباكستانيين والأفغان على حد سواء. هذا العدد الكبير من التلاميذ الذين يتدربون فيها، أقول إن أرقامهم تضاعفت كثيرا إلى حد أنه في سنة 2010 سيكون هناك تلاميذ يدرسون في المدارس الدينية بعدد تلاميذ في المدارس النظامية الحكومية نفسه، إذا استمر العدد الراهن في النمو. There will be as many students studying in the madrasas as in the regular government system. It's growing at the rate of 3% per annum with a doubling time of 20 years. إنها تنمو بنسبة 3% سنويا، وبمضاعفة الرقم خلال 20 سنة. نسأل ما ستكون عليه. من دون تعليم مناسب. ومع هذا النوع من التعليم في المدارس هذه الأيام، هذا يشير إلى مستقبل مظلم. علينا أن نفعل شيئا، وإلا فإن المجتمع المدني سينهار. رغم أن كثيرات من النساء الأفغانيات أصبحن خارج أفغانستان، إما في حال هجرة أو نزوح أو تمرد ورفض للواقع، لكن القيود ما زالت كثيرة، إما من العائلة أو المجتمع أو من المحيط أو من داخل المرأة نفسها، بحيث تراكمت هواجس ومخاوف عميقة يصعب تجاوزها بطريقة سهلة. تعيش مريم في بيشاور منذ 2.5 سنة بعد أن هربت من كابول. على عكس كثيرات من الأفغانيات، لم يكن صعبا إقناعها بالكلام حول ما كانت عليه حياتها في كابول قبل أن تأتي إلى باكستان. بدت بحاجة ماسة لأن تتحدث، وكأنها نادرا ما تجد أحدا يستمع إليها. تقول مريم إنها بحاجة لأشهر لتروي كل ما عانته، ولم تكن تستطيع البوح به أو التعبير عنه. لا أدري من أين أبدأ. كنا في كابول نجلس نحن النساء سوية من نفس العائلة، كان الجميع لديه ما يحكيه، كل عائلة لديها فقيد أو فقيدة. كنا نجلس معا، لم يكن يسمح لنا بالخروج، فكنا فقط نجلس ونتحدث لساعات طويلة عن الحياة التي نعيشها في كابول. مريم فقدت زوجها منذ 3 سنوات، وهي تعيش مع ابنتيها في أحد البيوت الطينية المخصصة للاجئين. هاجم 10 من رجال طالبان منزل أخيها، فاغتصبوا زوجته وأخذوا ابنة أخيها التي لم تعد إلى اليوم ولا يعرف عنها شيئا. أتوا لطلب السلاح وسألوا عن أخيها وزوجها بعد وشاية بأن لديهم أسلحة. لم يجدوا عندهم شيئا، لكنهم أخذوا زوجها وأخاها، ولم يعد أي منهما حتى اليوم، ولا تعرف شيئا عن مصيرهما. الحياة تحت حكم طالبان تعني أننا لا شيء، لا قيمة للحياة عندهم. يقولون إنهم مسلمون، لكن هذا ليس بالإسلام. نحن مسلمون منذ 400 سنة، ولم يكن يوما حالنا هكذا. إنهم ضد الإسلام. لم يعد هناك شيء سواء للرجال أو النساء، لا مدارس ولا عمل. الأطفال الذكور يضربون البنات إذا لم يرتدين البرقع كي يحضر الناس طعام أولادهم عليهم أن يعانوا من ضرب طالبان. تعمل مريم في صنع السجاد وتنظيف البيوت. بناتها يذهبن إلى المدرسة وهي فقيرة، والمال الذي تتقاضاه عن عملها ضئيل جدا. العمل ساعات طويلة في حياكة سجاد أصابها بآلام مبرحة في ظهرها. لا تستطيع أن تتحمل نفقات العلاج لأن الأولوية هي لإطعام البنات. مريم كانت متسولة في كابول بعد اختفاء زوجها. بشرفة بوجدانة طالبة بختم الملك درداد وناخ بجوانا ما قرشتش. كان المجاهدون أفضل نوعا ما من طالبان لأنهم كانوا يسمحون للنساء بالخروج، أما الآن فعلى المرأة أن تغطي وجهها. حتى الرجال لديهم مشاكل ويضربونهم لأي سبب مهما كان بسيطا. إذا خرجنا للتسول ومددنا أيدينا يضربوننا، لقد فقدنا كل شيء. الطريقة الوحيدة لتأمين الحياة كانت التسول، لكن حين تظهر يد المرأة كان الضرب جزاءنا لأن يدنا ظاهرة والرجال يرونها. لا يعني المجيء إلى باكستان أن القيود على النساء ستخف بالضرورة. الكثير من الأفغان نقلوا مفاهيم طالبان وقناعاتهم إلى باكستان واستمروا في ممارستها على نسائهم. هذا الأمر رسخ الفرز في أماكن ومناطق انتشار الأفغان. تبدو الأفغانيات في التجمعات السكنية المعارضة لطالبان أكثر ارتياحا في حياتهن اليومية. ما منعت عنه النساء من علم وعمل تحاول بعض الجمعيات الأفغانية التغلب عليه. رغم الانتشار الواسع للأمية، تسعى عدة جهات غير رسمية إلى التعويض على الأطفال الأفغان خصوصا الفتيات وتعليمهن في صفوف خاصة. هؤلاء الفتيات يتعلمن في إحدى المدارس المدعومة من منظمات نسائية أفغانية معارضة لطالبان وسياستها تجاه النساء. هذه المنظمات تعمل بشكل علني في باكستان ولكن بسرية في أفغانستان، وتنظم دروسا للفتيات بشكل خفي في المنازل. الناشطات الأفغانيات يعملن بشكل سري نوعا ما، خصوصا بعد تعرض العديد منهن للقتل حتى في باكستان. لا يمكن الحديث عن حقوق للنساء في أفغانستان. نحن نعمل سرا بعد أن تلقينا العديد من التهديدات والرسائل وبعد أن قتلت مسؤولتنا، وما زلنا حتى الآن نحن نتلقى التهديد. لذلك نحن نعمل هنا بدون ضجة، وأيضا نعمل سرا داخل أفغانستان. توحي ملامح الأفغان على اختلاف أعمارهم وانتماءاتهم بطبيعة التجارب القاسية التي عاشوها. إحدى الممارسات التي لا تخلو رواية أو واقعة أفغانية من تناولها هي ما عانته الفتيات الصغيرات بل وحتى الصبيان في مرات كثيرة. مارست المجموعات الأفغانية المسلحة عمليات خطف واغتصاب بشكل منظم، خصوصا بحق الفتيات الصغيرات اللواتي كن يخطفن ويحتجزن لأغراض جنسية أو يتم بيعهن في أسواق الدعارة. اغتصاب الفتيات الصغيرات والنساء من قبل المسلحين مورس كوسيلة لترهيب العامة ومكافأة المقاتلين. هذا الأمر كان أكثر ما يثير مخاوف مريم بعد أن تكرر مع عائلة أخيها. كانت تخاف على بناتها من مثل هذه الأمور. إنهم متوحشون وغير مسلمين، يبدون وكأنهم أتوا من الأدغال، لا أخلاق لديهم ولا يحترمون كبار السن، لا يسمعون لأحد ويفعلون ما يريدون. لم تعد هناك حياة. كنت قلقة في أفغانستان، كنت أرى وأسمع ما يحدث مع الفتيات، وكانت ابنتاي تكبران وشكلهن حسن، كنت أخاف أن يأخذهن، كنت فقيرة ولا معيل ولا سند لي، كنت غير مرتاحة. أما الآن فأنا مطمئنة وبناتي يتعلمن هنا، آمل أن يستطعن أن يفدن بلدهن يوما. سياسة طالبان تجاه النساء تلقى دعما من أوساط أفغانية وباكستانية على حد سواء، خصوصاً أن العديد يرون أن ما تمارسه طالبان يحمي النساء اللواتي كن عرضة لاعتداءات التناحر الأفغاني. الطلاب والله حقوقي رحماء يا شيخ، فيهم تراحم والله، يعني الطلاب هم بحمد الله أحيوا حقوق الناس، حقوق الكفرة وحقوق المسلمين وحقوق كل شيء، حقوق المرأة خاصة احتفظت المرأة من الله أكبر. كانوا يجلبون ويظلمون ويختطفون كل يوم. الآن نحن بحمد الله نملك بيتنا ونملك سيارتنا ونحن نملك يعني زوجتنا. أولا والله ما كنا في هذا الغوغاوات بأن زوجتي هي زوجتي وسيارتي هي سيارتي، يعني كلما يأتي هؤلاء المفسدون والله يقبضون على النساء. كانت يعني هذه يعني قيمة المرأة، كلما كانت المرأة فوق أي واحد هو يقبض عليها، بس لا يستطيع زوجها ولا أبوها ولا أخوها أن يقول كلمة، وإلا فالكلاشنكوف كان علاجه. فالطلاب بحمد الله لما جاءوا صار الأمن والسلام والهدوء، فالله يحلف ويقسم بالتين. لأجل ماذا؟ لأجل التين ثمرة غير ممسوسة، يعني جميع الثمرات سكند هاند، يعني البرتقال والتفاح الحشرات تمتصون يعني الحلاوة منها، ولكن ثمرة التين لم يرى أحد زهرة التين. فالله يعني يحب أن تكون المرأة مثل التين محفوظة، يعني ومن ثم القرآن يعني يصف الحور لأنها حور مقصورات في الخيام، فللعين والله يعني سم، فالعيون حينما تقع على وجه المرأة لا تبقى حسنها هذا الحسن الخلقي، لأن العين والله لها يعني سموم. ترفض مريم فكرة العودة إلى أفغانستان في ظل حكم طالبان. تروي كيف كانت طالبان تدفع بنساء متخلفات عقليا إلى الطرقات، كان عملهن ضرب أي امرأة في الشارع إذا أظهرت وجهها أو يديها. لقد رأيت هذه المرأة المتخلفة في الشارع تضرب امرأة أخرى، فأتى رجل من طالبان وضربها وقال هذه زوجتي. كان لكل طالب 4 زوجات. إنهم يريدون أن تدفن النساء تحت الوحل، ولا يريدون أن تكون النساء مرئيات من قبل أي شخص. هم لا يعتبرون أن المرأة إنسان، ليس هناك خطأ أن تخرج المرأة بالبرقع، ومع ذلك فهن يضربن إذا ظهر جزء من اليد. تجربة مريم ونساء أخريات لا تقنع العديد من الشباب الأفغان المتحمسين بشكل كبير لنظرة طالبان إلى المرأة. المرأة نحن كما أن الغربيون هم يقولون أن حقوق النسوة على أن يذهبوا إلى الخارج، وهذا لا يصح، لأن المرأة نحن نقول إنهن شيء أثمن، ثمين جدا، فالشيء الثمين هم يدعون الناس لا يخرجونه إلى الخارج أو إلى السوق كي يلعبوا به الناس أو يضحكوا عليه، أن يخرب المعاشرة كلها. فالنسوة هو شيء ثمين جدا، الشيء ثمين لا يدعون الناس إلى الخارج كي يلعبوا به الصبيان أو تعمل به الناس، فشيء ثمين مثل الذهب وغير ذلك يدعون الناس في الصندوق في البيت، لا يخرجونه إلى الخارج. فنحن نقول أن النسوة أيضا شيء أثمن جدا، فنحن اخترنا له مقام كي نسكنهن في البيوت ولا نتركهن كي يخرج إلى الخارج أو يلعب به الناس أو غير ذلك، أن يكون لعبة للصبيان. هذا نحن لا نريد أن تكون النسوة. دفع الفقر بكثير من الأفغانيات الهاربات من أفغانستان إلى بيشاور إلى امتهان الدعارة، وهو أمر شاع بكثرة في السنوات الأخيرة. سهيلة أتت إلى باكستان بعد حكم طالبان بسنتين، كانت متزوجة ولديها 3 بنات، لم تكن تعمل وبالكاد تستطيع أن تكتب اسمها، لا تعرف سوى اللغة البشتونية. زوجها قتل في سوق كابول بصاروخ. إحدى بناتها وكان عمرها 9 سنوات اغتصبت وقتلت، ووجدت جثتها في الطريق. بقيت في كابول لسنة كانت فيها متسولة. ذهبت إلى أحد مراكز طالبان لتوزيع الطعام، وحين كانت في المركز أخذت طعاما وكانت ترتدي البرقع، وحين رفعته لتأكل رآها 3 من رجال طالبان. أخذوني في عربة إلى أحد البيوت، وأتى رجال آخرون من طالبان اغتصبوني ثم تركوني هناك خلال الليل، وفي الصباح تركوني أذهب. بعدها استمريت في التسول. كانت هناك امرأة تدعى كوكو، وهي امرأة مشهورة في كابول تدير منازل دعارة. أتت لي مرات عدة في الشارع، فهي عادة ما تسعى وراء الفقيرات لفعل هذه الأمور. وجدتني في الطريق فحاولت الرفض، لكنها قالت لي ستحصلين على المال وتعودين في المساء إلى منزلك وتطعمين أولادك. كنت خائفة على بناتي، كن صغيرات. أما الذي نفذه طالبان على الحكومة ففيه أمن وسكون والاطمئنان للنساء، ليس له مشكل في أسكنة، وليس فيه زيادة على حقوق والتغيير على حقوق النساء، فهم لهم فيها معيشة صحيحة. والطالبان يريدون أن النساء هو إنسان وتسكن كالإنسان، وليس تسكن الحيوانات والبهائم. والنساء التي في أمريكا والأوروبا هم يسكنون وهم حتى يبيعون ب$5 نفسه، لكن الطالبان هو ما يريد أن واحد مع نساء وكان زي الإنسان ويباع نفسه ب$5 ويشمى ب$1 يخمسه ويباع عزته وسترته ب$5، لكن الطالبان ما يريد هذا. من كانوا يأتون إلينا في المنزل هم من المجاهدين، ثم باتوا الطالبان، وكانوا يقولون لنا ستفعلون ذلك لأننا نطلبه منكن، وإذا طلبتم المال سنرجمنكن. كانوا متوحشين وليسوا بشرا، يعاملوننا كالحيوانات. أشعر بالذنب وبأنني لست إنسانا، أشعر أنني كالحيوانات، وعلي أن أفعل ذلك لأطعم بناتي. أنا لا أنظر لمن يفعل بي ذلك. أحيانا كثيرة أغطي وجهي. اگر صدا تکشنی مومن کشمت کتو فاشا ستورا سانسار میکنه. تقول سهيلة لابنتيها أنها تعمل في تنظيف البيوت ولا تدع أحدا يدخل مسكنها الذي تسعى لتبديله دائما حتى لا يلاحقها أحد. بقيت في منزل تلك السيدة ل9 أشهر في كابول. كان هناك أكثر من 20 امرأة، معظمهن كن من الأرامل، كما كانت معنا بعض الفتيات اللواتي تم خطفهن. من تدخل إلى هناك لا يمكنها العودة، ليس هناك طريق للعودة. بعد فترة أصبت بالمرض، فقالت لي كوكو لا يمكنك أن تبقي، وطردتني من البيت لأنني كنت مريضة. هربت سهيلة بعد هذه الحادثة وبناتها إلى بيشاور، حيث ما زالت تمارس الدعارة. الماضي القريب بالنسبة إلى مريم هو ذكريات قاتمة وموحشة. الأمان النسبي المتوافر لها في هذا البيت الصغير لم يصل إلى درجة تجعل حياتها قريبة ولو قليلا من الشعور بالطمأنينة. جعلونا نترك كل ما لدينا، أخذوا كل ما يمكن ولم يتركوا لنا ما نحيا به. كرامتنا وحياتنا لا تعنيهم، لم يعد لنا أي شيء.